السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حالكم شباب؟ مساكم بخير طيبين. أنا عبد الله جميل. شو عندنا اليوم؟ اليوم صحيت على خبر فظيع يا جماعة الخير. الدنيا مرة صغيرة، العالم هذا مرة صغير، العالم صغير لدرجة انه منشن واحد من مندوب توصيل ممكن بعد فترة يتحول لزواج، وانا صراحة بديت اخاف من الرسائل اللي تجيني من المناديب. قبل كم يوم جاتني وردة، شوفوها هنا تحت اللمبة، صدقوني الموضوع يخوف يا جماعة الخير. شوفوها هنا يا اخوان، والله الموضوع خطير يا جماعة، الواحد صار ما عاد يقدر يتحمل ذي الأشياء. اللي ما يعرف شو السالفة خليني أشرح لكم. في واحدة من الحلقات اللي راحت في سلسلة قصف الجبهات اللي حنا مسوينها على يوتيوب، استعرضنا هذه التغريدة للدكتورة ريف. كانت تبغى تشتري كتب من جرير وسوت منشن لمندوب، والمندوب قال لها طبعا حاضر. الدكتورة تقول له توصلهم بسيارة يعني، فهو رد عليها وقال لها لا معايا ناقة. الآن مرت السنين ودارت الأيام، وجاء عام 2015 وتخرج من الثانوي، وللأسف ما انقبلت بالجامعة وجلست تقريبا 8 شهور عاطل عن العمل، وكنت أقضي احتياجاتي كمندوب توصيل بسيارتي الخاصة بمعدل 8 ساعات في اليوم. وبيوم من الأيام جات اللحظة اللي غيرت مجرى حياته للأفضل، والمنشن اللي جاه كان له فضل اللي هو فيه. المهم يستكمل مندوب توصيل جدة حديثه ويقول: بعد المنشن بثلاث أيام تقريبا رحت لها واعتذرت لها إني يمكن سويت لها إحراج ولا شيء زي كذا. يقول لك اللحظة الأهم، وفي تاريخ 6/3/2017 كلمتني إحدى شركات التوصيل الشهيرة وطلبوا مني الحضور لعمل مقابلة شخصية معهم، وكانت فرحتي كبيرة، وصار موظف رسمي وبراتب مجزي، والفضل يعود لله عز وجل ثم للمنشن اللي صار له في تويتر، وباع الناقة واشترى سيارة جديدة يا جماعة الخير. ومو بس كذا، يقول لك ما في كلام يوصف الشعور، واخيرا الانسان اللي كانت سبب كبير في تغيير حياته صارت زوجته. اوه ماي جاد يا جماعه، احنا عايشين في عالم مره مرعب، لدرجه منشن واحد من اي احد ممكن في اي لحظه يصير زوجك او زوجتك في يوم من الايام. ايش دا، ايش بهالدنيا قد كذا؟ وانا شخصيا يعني تصير لي مواقف تذكرني باشياء زي كذا، اتعرف على احد فجاه اكتشف انه يعرف نص اصحابي. هاو هاو هاو، كيف تعرف نص اصحابي؟ ايش الشيء اللي جمعكم اصلا؟ واحيانا احط تحليل لهذا الموضوع، اقول هو اصلا صار صاحبي، يعني عجبني هذا الانسان فصلنا اصحاب، لانه هو اصلا تكرار لباقي اصحابي اللي هو اصلا صاحبهم، فهمتم؟ فاحنا كذا اصلا احنا كلنا نفس الجو، فهمتم الفكره؟ او ماي جاد، او ماي جاد، ايش ده؟ ادري الموضوعين ما يرتبطوا في بعض بس قاعد نيم. Anyhow، القصه هذه جابت لي صراحه انسبريشن رهيب، خلتني اقول عبد الله حان الوقت انك تسوي سلسله قصف جبهات او ترجع تسوي حلقه، وانا عارف ان الطلب على هذه السلسله مره كثير، لكن يا جماعه الخير انا ضايقني فيها انه اليوتيوبرز كلهم صاروا يسووها، هذا اللي مزعلني مره، والفكره نفسها اصلا خلاص صارت قديمه شويتين يعني. بس ما عليكم، اليوم قصف جبهات، وقع مرة طولت في الانترودكشن اليوم، بحطوا لايكات قبل ما ندخل في قصف الجبهات اللي عندنا اليوم، اشتركوا في القناة برضو إذا ما كنتم مشتركين ومنتسبين. 1 2 3 Let's go. سلاف تقول: أحس علم النفس أكثر تخصص ما له هدف بالحياة. سلاف قاعدة تغلط علي ما أعرف ليه. جنة تقول لها: إذا جاك فصام شخصية روحي عند طبيب شعبي خليه كويك في طوط عشان تعرفين نعمة التخصص. يا جماعة أحس التعليق هذا يعبر عني كثير. أنا يا جماعة الخير أحس أني ممكن يعني ممكن أتخصص في سايكولوجي في يوم، يعني حب الشيء هذا، حب حلل ماشي. Oh my God. شفت لك تغريدة وجلست أدور حسابك، بالقوة لقيته وأجمل فولو. طلال يرد يقول: الله يسعدك يا حلا فيك. إيفا ترد عليه وتقول له: جد جد يعني ما أدري شو يقول بس جميل، وتغريداتك جميلة وكل شيء. طلال يقول: لا خلاص كل يزق. انا ما يعني انا ما احب ادعم هذه الاشياء، بس انت خلاص يعني ماشي خلاص، تغريداتك جميلة عرفنا اوكي. البطانية تدف في جسمك، الحضر يدف في جسمك وروحك، وجهنم تدف في الاثنين. هذه حلوة، هذه حلوة. نغامش سمي جدا يقول: اسكت يا الطعمية. عماد يرد عليه يقول: اسكت انت يا الطعسي اللي تاكل اي حاجة في الصحراء. يا جماعة تداول تعليقات زي كذا أنا ما أحبه صراحة، لأنه يعني يحث على أشياء سيئة وكذا، بس حلو حلو الرد حلو. ومن جد يا أخي، يا أخي مين هذه الناس اللي تأكل ضبان؟ من جد كالضب مسكين عايش الصحراء الحال، مسكين تروح له أنت لين بيته لين ديرته وتحفر وتطلع الضب وتقطع راسه ومدري إيش، وتقول إيش ده، ليش تأكل ضبان أنتوا يا جماعة الخير؟ تخيلوا أنتوا، متخيلوا كلكم اللي تتابعوا الفيديو هذا، تخيلوا إنك تأكل ضب في يوم. بالشنب ولا من غير عشان رايح أقابل؟
رايح تقابل مين؟ الله يسعدك. حليم يقول له من غير وجهك. استغفر الله يا اخي. ما احب اللي كذا، ما احب هذه اساءات وتنمر وكذا، مو حلو. ساد اند لونلي يقول لو مثلا طالعت في كذا ايش بتسوي؟ فالكون يقول له بطرش. يا جماعه سووا سكيب، سووا انفسكم ما شفتوا. خلاص صوره التقطها قبل قليل بعنوان حجر، يرد عليه يقول له شكلك ساكن في برينجلز. ومن جد الصورة كذا جاية كأنها من برينجلز. بعدين هو لما يفك الحجر يطلع زي هذيك اللعبة، عرفتوها اللي تطلع في وجهك، هو زي كذا لما يطلع من الحجر. ايش اخيص طلعة طلعتوها؟ ابي اهون على نفسي. اسماء تقول، ترد عليها واحدة تقول لها العمرة مع زوجة ابوي، هي تدعي علينا واحنا ندعي عليها، واحنا راجعين صار لنا حادث كلنا. حرام. استغفر الله يا شاب. في عندنا هنا واحدة قاعدة تتمالح، يرد عليها ماجد يقول لها موديل. مبارك يرد عليه يقول له يا ليت تخفف ميانة. حلو ممتاز. بعدين تيجي صاحبة المقطع تقول والله يا ليت اللي يخفف ميانة انت ماجد صاحبي من سنين، بطلوا التفكير العقيم. اوكي حلو لحد الان. سولوتوف يرد عليها يقول لها صاحبك من سنين وعمرك 15، شكله يعرفك من بطن امك. هي اصلا نفس البنت عمرها 15. او ماي جاد يا اخي، بنات التويتر يضحكوني يا اخي، كذا كائنات لطيفة كذا، يبغوا بس انا اتمالح، نبغى اتنشن. او ماي جاد يسووا اي شيء عشان يحصلوا على لايكات وريتويت. تنزل صورتها وهي تتمالح بس عشان تاخذ لايكات وفولو ومدري ايش. احلام بسيطه، احلام مره بسيطه كذا، ما عندهم العمق، كل الهدف اتنشن، عارف؟ تحسهم كذا يتغذوا على الاهتمام، يعطوني كلام حلو يلا عشان اعيش. عندنا هنا ما ادري الظاهر المدرس فيزياء او رياضيات، الزبده انه حاط شيء زي كذا، اتوقع هذه سماعه بس حاطها على عينه. اني هاو عرفتوا هذا الانسان رهيب، هذا الانسان ممتع، اتابعه انا، اسمع له البودكاست حقه. انا واحد رن عليه يقول له مع الصلعه حسبتك كوكب الزهره. تنمر اساءات تنمر. مواطن سعودي قام بتطوير منزله بطريقه غير تقليديه، رايكم قبل وبعد؟ واو جميل التغيير، ممتاز. فيلسان ترد عليه وتقول البقاء لله، الاجدر به ان يبني منزلا عادي ومحترم ويتصدق بالباقي لعله ينقذه يوم القيامه. يرد عليها واحد يقول لها البقاء لله، الاجدر بك بيع هاتفك الذكي وشراء هاتف للمكالمات فقط، اتصدق بالباقي لعله ينقذك يوم القيامه. والله اذا مشينا على هذا الاساس نقدر نحط اي شيء فيه زي كذا. في اسبوع الداخليه ترصد 31,000 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مناطق المملكة. وليد يرد يقول أنا واحد منهم، قصده مبسوط، فاهمين؟ أنا واحد منهم. عابر يقول له زي فرعون مذكور في القرآن الكريم بس شيء يسود الوجه. حلو. هذا الحصان البريطاني يملك في حساب البنكي 89 مليون دولار ويظهر اليوم بإطلالة رائعة. واحد يرد يقول كيف جاب 89 مليون؟ يرد عليه الحصان اللي بالصورة ويعطيه حكمة من الحكم الرهيبة في هذا العالم، يقول له اتعب واشتغل على نفسك. ما في شيء بالحظ. اتعب واشتغل على نفسك. صديقتي لما انخطبت قال العريس لابوها كل شهر احول لها 5,000 من المهر لين يكتمل. هذا اللي تزوج اقساط من جد، يقول لك اخذها اقساط الله يسخر. هذا حل مثالي للزواجات يا جماعه الخير، نتزوج اقساط. تعرف الزواج صعب، الزواج احس لو بتزوي زواج بغالك على الاقل ما ادري 300,000، اذا انك مره جعيس يبغالك مليون ما ادري، بس قصت ماشي تزوج اقساط كلام. اتس يو. يرد عليها واحد يقول لها يرحمك الله. بايخة بس حلوة. لو تساقطت أجمل نساء العالم أمامي لن يملأ عيني غيرها. واحد يرد عليه يقول له والله إنك أهبل، والله لا أجيب سطل وأجمع لي أنا والعيال. كفو هذا الخوي بالليالي المعاسير، حصلنا يا جماعة الخير، هذا اللي ما فوت حاجة، هذا هو يفكر بنفسه والعيال والأصحاب والأحباب والمجتمع. أنت من جد تخيل تتساقط نساء العالم، والله أنا رح أجمع تستمر. مستغرب هذا ليش ما شفناها من اول. اعترف اني ادرس بالجامعه، لسه ما تخرجت وعندي طفل وحامل مره ثانيه وخايفه ما اقدر اوفق بين دراستي وابنائي، دعواتكم. نواف العصيمي يرد عليها، نواف العصيمي هذا اسطوره الدراما اللي صارت بين اليابان والسويد، تذكروها صح؟ اسطورتنا نواف هذا من جيش محاربي طفش، هذا رتبه عندنا يا جماعه الخير، هذا واحد من القاده اللي عندنا يا جماعه. المهم تقول له لا طلبتهم ان نمشي. يا نواف يا اخي تحب تحط نفسك، يا اخي تحب تحط نفسك في مواقف بايخ ليش؟ يقول لك عندي ولد والان حامل مره ثانيه، يعني كيف يجوا الابناء؟ انا ما فاهم. يهو. يا اخي تخليني اشك في الرتبه اللي احنا معطينك اياها في الجيش يا اخي، ايش بك؟ اقول لكم سالفه صارت لي اليوم. هيفاء تقول، يرد عليها طلال يقول اسلمي، وقصده كذا اللي زي اللي يقول لك اسلم يعني كمل حديثك. المهم هيفاء ترد عليها تقول له مسلمه من قبل لا اشوف وجهك.
يا رب إذا تزوجت ما أحمل بتوأم. يا تخيلوا أحمل 18 شهر، ما أدري كيف اللي يحملون بتوأم صابرين. ترد عليها واحدة تقول له عفوا أختي الحمارة أنت شلون عايشة على الدنيا؟ بساط الفقر. واضح من الاسم إن الرد حيكون تعبان. المهم والله ما أحد غيرك الحمارة وقليلة أدب. بعدين إيش دخل السيدة عائشة بمواضيعكم التافهة؟ يا صخرة ترى السيدة عائشة تاج راسك. يا الله يا ساتر إيش هذا؟ يتشكى من زواج الأقارب وأبوه متزوج أمه، مجتمع متناقض كيف؟ إسراء، إسراء هذه شكلها بنات تويتر. المهم في كل مرة أذهب للسوبر ماركت لازم أخذ عربيتين، واحدة للأغراض واحدة للحلق. عقيل 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 من الصورة يا عقيل، واضح الرد من الصورة. ما أنا باقي ما قريت الرد بس أقدر أعرف الرد إيش حيكون. يقول لها بالعكس منظر جميل، أنا بحبة من هذا الحلق. يا الله يا الله، عرفت إن الرد حيكون زي كذا. ما أدري ليش، ليش يا كابتن عقيل، ليش يا أستاذ عقيل، إيش قاعد تسوي؟ أنا ما حكمل يا جماعة الخير، ما بشوف الباقي خلاص. حين تنشر خصوصيات من استأمنك عليها أو تهكر حساب وجهاز أحدهم لتصطاد ما يفضحه، فاعلم أنك خسيس ونتن تعيس، صفيق فطيس. محمد يرد عليه ويقول له خبز تميس. استغفر الله استغفر الله. حبيت انه في رايم ماشي كذا، تحس لازم تركب عليها بيت. الزبدة يا جماعة الخير، انا احب اشكر الاخ تركي لانه جمع هذه الاشياء كلها في ثريد واحد في تويتر، وانا طبعا كنت استعرضها من حسابه، فشيكوا على حساب تركي تحصلونه تحت ماشي. وبس يا جماعة هذه نهاية مقطعنا اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا بقصف الجبهات اللي شفتوه لهذا اليوم. خلونا نعطي السلسلة هذه فترة على بال نرجع لها يعني، ونشوف اذا كذا طلع قصفات جبهات تيات في تويتر جديدة ماشي. لا تنسوا ان احنا برضو مستمرين في فكرة التحديات حقتنا، فالمقطع هذا اذا وصل 50,000 لايك برضو راح اسوي تحدي في المقطع الجاي. خلونا نعرف اذا تبوا اسوي التحدي او حتى اسوي يعني مقطع قصف جبهات ثاني ماشي. اتركوا لي لايكاتكم تحت وتعليقاتكم تحت كمان. يلا يعطيكم العافية، اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.